بسبب شح المياه وانخفاض مناسيبها في نهري دجلة والفرات. وزارة الموارد المائية العراقية أعلنت إيقاف زراعة محاصيل الرز والذرة الصفراء بالإضافة إلى أصناف أخرى بسبب قطع النظام التركي المياه عن العراق. الصيف الماضي منعنا زراعة الشلب إلا لمساحة جدا جدا محدودة من قبل دائرة البحوث الزراعية لغرض ديمومة الصنف. أما في هذا الصيف فزرعنا مساحات محدودة سمحوا بها وزارة الموارد المائية بموجب ما موجود من خزين مائي ومن إطلاقات مائية. الحكومة العراقية تقف عاجزة في التعامل مع النظام التركي فيما يتعلق بملف المياه بعد فشل المفاوضات بين بغداد وأنقرة بسبب مماطلة الأخيرة في منح العراق حصصه المائية من نهري دجلة والفرات. هذا الأمر تسبب بموسم زراعي كارثي في بلاد الرافدين. العراق إجراءاته بطيئة خاصة مع الجانب التركي اللي ما وفى بالتزاماته، وبعد ما بعث 500 متر مكعب على دجلة رجع قطعها للمرة الثانية، وهذا تصريح وزير الموارد المائية. أعتقد الملف هذا يعني ملف بدأ يعني حان الوقت أنه يكون هناك قرارات حازمة، كان حان الوقت لإيقاف هذا التبادل التجاري كوسيلة ضغط، حان الوقت للاتجاه إلى المحاكم الدولية، حان الوقت لمنادات المجتمع الدولي كونها حرب أضرار وبدت آثارها السلبية تكون مرتفعة وقاسية على العراق. يعمل النظام التركي على تنفيذ سياسة التعطيش ضد بغداد ومن ثم حرمانها من المحاصيل الزراعية الرئيسية ليجد مكانا لصادراته في الأسواق العراقية، كما إنه يهدف إلى فرض معادلة النفط مقابل المياه. وزارة الزراعة العراقية أعلنت أنها لم تتمكن من زراعة سوى 5000 دونم من محصول الرز، وهي النسبة الأدنى التي تم تسجيلها في تاريخ البلاد، وذلك بسبب قطع تركيا مياه نهري دجلة والفرات. شروق الغانم اليوم، بغداد.